كانت بدايتي في مجال التأليف الرياضي في 2007 تقريبا. كنت أصدرت كتاب أحمد فرس سيرة حياة، ومعروف أن أحمد فرس عميد تاريخي ديال المنتخب الوطني لكرة القدم، حائز على الكرة الذهبية الإفريقية، حائز على لقب بطل إفريقيا مع المنتخب الوطني في 76. بعد هذا الكتاب انتظرت إلى 2012 تقريبا، كنت في زيارة للمعرض الدولي للكتاب القاهرة، فوأنا أتجول في المعرض يعني صدمت بكم العدد ديال الكتب حول الرياضة، أروقة كبيرة في المعرض كلها كتب حول الرياضة. يكفي أن نادي كنادي الأهلي مثلا مكتوب عليه تقريبا أكثر من 100 كتاب، الزمالك كذلك، يعني هذا بالإضافة إلى نجوم الرياضة في مصر. فمن هذاك الوقت تملكتني الرغبة في أن يعني أشتغل في هذا المجال ويعني أمنحه كامل الجهد ديالي. جنب بعده كتاب رياضيون في حضرة الملك اللي تناولنا فيه لقاءات نجوم الرياضة المغربية اللي حظيوا بشرف المثول أمام جلالة الملك محمد السادس، وكذلك جلالة الملك المرحوم حسن الثاني. المواقف اللي كيستحضروها يعني ما دار بينهم وبين ملوك المغرب من أحاديث، من فكان كتاب يعني مميز. بعد هذا الكتاب يعني طلب من صديق عبد الحكيم بن عمر رئيس نادي المغرب الرباطي، عملنا كتاب المغرب الرباطي قصة وتاريخ. بين هذا الكتاب وبين الكتاب الأخير كان هناك كتاب حول زياراتي المتعددة للقاهرة ومصر، كتاب أيام كايرو بعيون مغربية. على أي أنا كنتكلم على هذا الموضوع لأن عشت في هذا المجال وأصبحت عندي دراية كبيرة بكل التفاصيل ديال هذا المجال، مجال صعب للغاية. عندنا الحمد لله أقلام متميزة في المغرب اللي وعدها نفس في الكتابة نفس طويل، ولكن مشاكل كثيرة تعترض وتشكل عوائق في الحقيقة أمام إصدار أي كتاب. على ما أعتقد لازم يكون مجهود مؤسساتي من طرف اللجنة الوطنية الأولمبية، وبين قوسين اللجنة الوطنية الأولمبية قبل هذه الأزمة ديال كورونا كانوا علمونا أن غيكون يوم في السنة يوم للاحتفاء بالكتاب الرياضي. هذه خطوة يعني مهمة، كنتمنى أن وزارة الشباب والرياضة والثقافة يهتموا بهذا المجال. فمن العيب ومن العار وشيء يؤلم في الحقيقة أن عندنا أبطال من قيمة مثلا سعيد عويطة ولا كتاب صدر عن حياة هذا البطل العظيم الأسطورة، نوال المتوكل، زهاب دوان، وكذا كثير من الأبطال اللي من العيب ومن غير المقبول أن ما يكونش واحد كتاب يرصد تاريخهم، اللي يبقى ميساج نقولها بحال هكا أو رسالة للأجيال الحالية والأجيال القادمة. أنا كنأكد واحد المسألة، هناك أقلام متميزة في المغرب لازمها الرعاية، وممكن أنها تمنح المكتبة أو الخزانة الوطنية الرياضية عديد من العناوين كل سنة. نحن وراء إشارة الوطن.